السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد تكلم البعض عن قرار خرج من مجلس الأمة الكويتي ينص على الحكم بإعدام وقتل من يتعدى على عرض النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وحاول بعض الجهلة والمبتدعة أن يشككوا في هذا القرار، مدعين كذبا وزورا أنه ينافي ما في كتاب الله تبارك وتعالى، ويعنون بذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقالوا: حد القذف في كتاب الله تبارك وتعالى 80 جلدة، فلما بلغتم به الإعدام؟ فأي مؤمن إنما يجلد من قذفه 80 جلدة، ولا فرق في ذلك بين النبي وغير النبي، أو بين أزواج النبي وغيرهن من النساء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضلال من يتكلم بمثل هذا الكلام، وذلك أن عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصون عند المسلمين، كيف وأن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه العزيز عن براءة عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل رب العزة تبارك وتعالى بالكلام عن ذلك، وسمى ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إفكا عظيما. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأي إيذاء أعظم من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرضه؟ الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فأي محبة تلك التي يدعيها هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرضون أن يكون حكم الطاعن في عرض النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كغيره من المسلمين؟ لا والله، لا نقبل ذلك. إن الطعن في عرض النبي ليس كالطعن في عرض غيره صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول للمنافقين: ومن سلك مسلكهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم نص من عند الله تبارك، أن الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر بنص كتاب الله تبارك وتعالى. وأي استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الاستهزاء بعرضه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك
أجمع علماء الأمة على أن الطاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ولا عبرة بخلاف من خالف من المبتدعة الضالين، لأن العبرة بإجماع علماء أهل السنة. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم الأتقياء، هؤلاء هم الذين تقبل منهم الفتوى ويقبل منهم الرأي. وأما أهل البدع فلا يعدون في الإجماع ولا يلتفت إلى قولهم لأنهم أهل هوى، فلا يقبل منهم شيء من ذلك. فالحكم صحيح والكفر متحقق في من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عائشة رضي الله عنها التي نزل القرآن ببراءتها، نص من الله تبارك وتعالى في سورة النور، آيات تتلى إلى يومنا هذا، آيات تتلى في براءة أم المؤمنين عائشة. فأي محبة بعد ذلك يدعيها هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يرضونه أن يطعن الناس في عرض النبي ويكتفى بثمانين جلدة كغيره من عامة المسلمين؟ لا والله لا نقبل ذلك، فإن للنبي حرمة. ولذلك نص ربنا تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. هذا نص من رب العزة تبارك وتعالى أن إيذاء النبي ليس كإيذاء غيره، وأن الطعن في عرض النبي ليس كالطعن في عرض غيره صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه رسالة من أخيكم وجهها لكم أن تتنبهوا، ولا يغرنكم كلام هؤلاء الجهلة الذين ينزلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة غيره من الناس، ويستدلون بعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا بالنسبة لي ولك ولك، نعم الذي يطعن في عرضنا نحن يجلى ثمانين جلدة، لكن الذي يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا على القول الصحيح، ليس خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل عام لجميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. من يطعن في أعراضهم فهو طاعن فيهم، مؤذن لهم، كافر بالله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعلم ما يخرج من أفواهنا من كلمات قد تصل بالإنسان إلى الكفر. يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم، وأعاذنا وإياكم من فلتات اللسان. اللهم ارحمنا برحمتك، واجعلنا يوم القيامة في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذابين عن عرضه، المحبين له، الناصرين لسنته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.